الرابع عشر. إذن مشاهدينا متابعينا الكرام، من هنا من على أرضية ميدان التحدي ميدان الشحنية بدولة قطر نحييكم ونرحب بحضراتكم أجمل وأطيب ترحيب في هذا الكرنفال وهذا المهرجان، مهرجان أمير البلاد المفدى حفظها الله ورعاه من كل سوء ومن كل مكروه. إذن مشاهدينا متابعينا الكرام، انطلق على بركة الله شوطنا الثالث عشر المخصص للإبكار، اللقاية والخمسة كيلومترات هي الرحلة المصاحبة لهذه الشعارات وهذه الأسماء. إذن الجائزة الثمينة بالانتظار تويوتا كروزر بيكب ينتظر فائزا من بين هذه الأسماء وهذه الشعارات. إذا نتقدم مع مقدمة الشوط ليتابع على الصدارة الأولى، أتابع على المقدمة والمركز الأول. يا سلام على الصدارة هذا الشوط، أتابع 47 أتابع نوادر حمد بن علي بن محمد المالكي ينطلق على المقدمة وصدارة هذا الشوط، بينما ثاني الأسماء ثاني التحديات. أتابع انطلاقة وتحديات في هذه اللحظات من اندفعت في هذا الدفاع ارتحال مسفر بن حمد بن مسفر الشهواني الهاجري، بينما ثالث المراكز. أتابع انطلاقة وتحديات في هذه اللحظات من اندفعت وقيرت على المقدمة في هذا التحديات نيران سعيد بن سالم بن سويدان العويسي ينطلق ويندفع مع صدارة الشوط، بينما رابع الأسماء. أتابع انطلاقة وتحديات في هذه اللحظات من وصلت في هذا الأثناء وانطلقت وصايف رايش راشد بن حميد بن سعيد الأخير الكتبي، بينما خامس الأسماء. أتابع الانطلاق الممتاز في هذه اللحظات من الشاهينية أحمد بن سهيل بن صغير القرموشي العامري على خامس الأسماء، خمسة أسماء وخمسة نجوم المسموح لها بالنداء أعلنتها على مسامعكم، ولكن عودتنا مع المقدمة وصدارة هذا الشوط المركز الأول. يا سلام يا نيران، سعيد بن سليم بن سويدان العويسي ينطلق العويسي مع المقدمة وصدارة هذا الشوط، بينما ثاني الأسماء ثاني التحديات. أتابع انطلاقة نوادر مع حمد بن علي بن محمد المالكي الجهني يتسلل إلى مقدمة الشوط، بينما الوصول والانطلاق في هذه اللحظات من ثالث الأسماء. أتابع انطلاقتي والتحديات الواعية مروان بن سالم بن سعيد السبوسي واللي وصلت في هذا الانطلاق، غاية وحمود بن سالم بن رقش الوهيبي واللي وصلت في هذا اللحظات وانطلقت في هذا الأثناء مهمة، علي بن بخيت بن هديب الجربوعي المري 1200. يا أهل الإبكار اللقاية السيارة الثمينة بالانتظار التايوت البيكب ينتظر فائزا من بين هذه الأسماء. عودتنا مع مقدمة الشوط، عودتنا مع الصدارة الأولى ليتابع على المقدمة. يا سلام يا سلام يا سلام على المقدمة في هذا اللحظات من انطلقت في هذا الأثناء. من نوادر وحمد بن علي بن محمد المالكي الجهني ينطلق على المقدمة، بينما ثاني الأسماء ثاني التحديات وسام سالم بن عبيد الضحاك المنصوري على ثاني التحديات وثاني المراكز من وصلت في هذا اللحظات وانطلقت في هذا الأثناء. شقرة محمد بن عامر بن حمود البودي ولا
لكن المقدمة وصدارة الشوط. يا سلام وسام 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 وسام، سالم بن عبيد الضحاك المنصوري ينطلق مع السيارة، ينطلق مع الفوز، ينطلق مع الانتصار. يا سلام يا وسام 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 وسام، والنقطة في هذا الميدان أيضا وسام يا الضحاك. انطلق على المقدمة، انطلق على الصدارة يا أبو عبيد مع وسام وسالم بن عبيد الضحاك المنصوري. تهانينا تهانينا والناموس لسالم بن عبيد الضحاك المنصوري، ثاني المراكز من وصلت في هذه اللحظات شقرة ومحمد بن عامر بن حمود البادي، بينما ثالث المراكز وصلت مودة عبد الله بن شلويح بن مطر بن سيف المنصوري، وخامس ورابع المراكز وصلت على رابع المراكز في هذه اللحظات منصورة محمد بن علي بن محمد بن زيد السادة، وخامس المراكز خامس المراكز في هذه اللحظات إذن التوقيت الزمني في هذه اللحظات ولحظة وصول وسام على المركز الأول سالم بن عبيد الضحاك المنصوري. التوقيت الزمني في هذه اللحظات 7:33.6 من الثانية. تهانينا والناموس بينما ثاني المراكز ثاني المراكز وصلت في هذه اللحظات شقرة محمد بن عامر بن حمود البادي، وكان توقيت الزمني 7:35.8 من الثانية. وثالث المراكز من وصلت في هذه اللحظات مودع عبد الله بن شلويح بن مطر بن سيف المنصوري، وكان توقيتها الزمني في هذه اللحظات 7:38. أربعة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس للفائز بالمركز الأول وسام وسالم بن عبيد الضحاك.